أنا براء صبر سليمان، أخ الشهيد صبر محمد سليمان. أنا أخت الشهيد عبد الله أشرف جودة. ها؟ هذا الله على الإجازة اللي أنا جالس مع عبد الله المصري. صف إيش؟ يلا على بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسن منير حسين حمد، أخو الشهيد منير حسين حمد. On May the 10th, the first day of the bombing campaign, 8 children were killed in Gaza. اشترت لها الألعاب، نقت اللعبة قديمة الله يرحمها، ضمتها على صدرها وانبسطت وكانت فرحانة كثير كثير كثير. مرة أخويا إجا قاعدة تتعصص في الجوال، لو أخوي خبطها لا قاعدة تعمل زي هيك. قصفور. مين قصفور يا بابا؟ مين قصفور؟ In the 11 days of bombing, more than 60 children had been killed in Gaza. Hundreds more had been injured.